ما كانت لصفتكش كان عندي اشتاك فازيك سوصل لكل جديد. قال لكم النهاردة في تحدي الفت. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا محمد دايما عايز يسرق المقدمة مني. ماشي. بصوا يا جماعة التحدي النهاردة مختلف شوية. التحدي على ايه؟ على صينية الفتة المهولة دي وصينية الرز دي، ومعانا انا ومحمد طبق البسلة بتاعنا باللحمة. طبعا انا النهاردة وعلي طبق البسله باللحمه، وهنا فته بلحمه بالمواسير بقى البهاريز بتاعت علي اللي بيحبها. ايوه. التحدي على ايه بقى؟ التحدي على اللي يشبع الاول، يعني اللي هيقدر يكمل يكمل، واللي هيشبع هو حر. اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. لا هو كده التحدي، اللي يشبع يبقى خسر. صح يا ميدو؟ طبعا. هتاكل بسله يا حبيب ماما؟ شربة. رز وشربة. بسم الله. احط لك الشوربة على الرز. مش بس عايز ادوق الفتة. ادوق الفتة. لا طبعا. احط لك الشوربة هنا. اتفضلوا معانا يا جماعة. عيش حياتك يا ميدو. واجيب لك لحمة. كل بقى براحتك اقطعها لك اهو. تاكل ايه؟ حتة لقمة رز وحتة لحمة. لقمة رز وايه؟ باللحمة. بسم الله بقى انا هبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 انا بموت في البسله يا جماعه. اللحمه جمال يا جمالك يا شوشو. شويه فته من ايد شوشو استنوا ادوق. شايفين اللحمه يا جماعه؟ البسله ما جبناش ميه. يعني انت لسه اكلت عشان تطلب ميه يا استاذ؟ ايه الجمال ده يا بنت يا شوشه؟ والله اكل عايزه بقكم. ده انا مقطعها لك يا مفتري. مش عارف تاكلها متقطعه؟ اسف كابوريا. مين ده اللي عايزه؟ بصوا بقى يا جماعة هنملكوا بقى اغنية عشان تفتح نفسكم معانا. هلا احنا تعبنا ومش زيكم، وانتم مصاريفكم من امكم، البنات حنا حنكم، اكلت على طبلية ابويا، صاحب الراجل قول له يا اخويا. من ايه ده؟ طلع انت دون محمد. اه المطرب الشعبي محمد. دي مهرجانات صح؟ اكيد. ايه الجمال ده يا لولو؟ امال لو دقت الرز والبسله يا لولو؟ انا اخدت بسله على الفته. جميله. والله عايزاكم، الاكله ده عايزاكم وعايزاكم. هو كان عايز فته وانا عايزه بسله. فقلنا من زرع عرش بقى حد ونعمل التحدي اللي يشبع الاول. تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. تسلم لي يا قلب شوشو. هذبحك النهارده. انا اللي هكسب يا جماعه. انا اللي هكسب يا جماعه. مالك التحديات هيكسب. بهريز بقى. مالك التحديات هيكسب. كسر الدنيا يا معلم. بهريز. كسر براحتك يا لولو. مالك التحديات هيكسب يا جماعه. كان في ليمون. ملك التحديات هو اللي هيكسب. البسلة فظيعة يا ماما. جميلة. ايه رأيك يا ماما؟ تسلم ايدك. الفتة أحلى ولا البسلة؟ تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. الاتنين أحلى من بعض.
الاول. وانا باكل وما بشبعش ليه؟ عايزه تحسبي. ناخد لحمه بقى من على الفته. ناخد فته. ما تقعدش شوربه اقول لي. مش عارفه اكل. فته الفته الفته. عايزه اقول لكم احنا في بورسعيد ما بنحطش على الفته صلصه. انا بقى عايز اقول لكم ان احنا بنشكركم جدا جدا جدا. انا ما كنت عايز اقول لكم موقف كنت اصور احلى متابعين في الدنيا يا جماعه. كنت عايز اقول لكم موقف كنت اصور منه فعلا في مطعم هاي برجر في رمضان. قاعدين من الصبح في هاي برجر في رمضان وجعانين سيانين كانه صايم في رمضان وكانك صايم. لا اله الا الله. كل ده بيحصل. طب وايه الموقف؟ ما هو قصده ان الاكل اتاخر يعني. الاكل اتاخر وزهقت. الاكله دي علي جميله قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه انا بقيت كسلانه جدا أوه. الاكله دي احنا مفكرين فيها الساعه كام؟ الساعه 2 وشويه والله. معرفش ايه اللي جاي لي. وكنت ببقى عارفه انا هاكل ايه على بيات اليومين دول. ما مش تفكير. اخدت لك شربه؟ مش عارفه اكل اصلا للفته شويه ميه. ملك التحديات. ارجع للرز اقول حلوه. ما اعرفش اسيبها. اروح للبسله اقول لا. تعملي ايه يا شوشو في ايام الضيف؟ شوشو النهارده طبخنا اكله تحفه. اسلحتنا عليك وفداكه. فارس من صغري سني وصحبت الناس انواع. في اللي اشترى واللي باع ينام يصبح طماع ولا سافها المشى. هو ده اللي حصل النهارده. يا طلبة رنو ولا ايه؟ وعارف ان حبايبه بيحبوك. عايز اطلع النهارده كلنا. حبايب شوشو اتفضلوا معانا يا جماعه. كل مره بعد ما تخلصي تقولي الناس تتفضلوا معانا. اطبخ لهم تاني. اسمع بقى الاغنيه دي. على فكره عندها استعداد كده والله. مليونير مليونير بكرة ابقى مليونير. مليونير مليونير بكرة ابقى مليونير. اللي بيعملها على طول بسلة كل يوم عشان يغني ما بياكلهاش. دول بسلة محمد على الخلطة. وبعدين الموضوع صعب. النهارده يا ابو محمد فانت حاجات هيكسب يا ابو محمد. ايوه يا ابو محمد انا عايزاك تاكل بسرعه. انا؟ هو عشان يشبع بسرعه. هو كسفتك في ايه يا قلبي؟
مش هتعرف تبلعها. والله بجد يا جماعه انا محتاره كل ايه ولا ايه مش عارفه. يا سبحان الله انا وصلت فتة يا سميت رز وفيها رز وهو فتة بتعاملوا مع بعض ممكن تجيب لي كوبايه ميه يا لولي؟ ملك يا ابو محمد ممكن بقى زي بس انا مسافره متاخره مش جايه انا مش تجيب لك لحمه سامع امك بتقول عليا حالا مسافره متاخره مش جايه لها لسه غلبت ايه دلوقتي ليه حن تريقوا تريقوا عليا بعمل تحدي ورا الكاميرا كان المفروض اللي دخلت التحدي انت كمان يا علي كل حاجه. محمد يا جماعه اصلا ما كانش بياكل خضار خالص كده كان نوع خضار اللي كلهم قريب اللي هم الملوخيه والسبانخ اه يا شوشو البطاطس ايه يا علي مش ناوي نوع على ايه تتسحب لا ملك التحديات اجيب لك روز ولا شباب لا حياتي طبعا هو الاكل حلو احلى حاجه الشرب يا ابو محمد انا اللي هكسب ماشي يا معلم والعقاب المره دي مفهوش تهاون احنا كل شويه نسامح نسامح وإنها ضفي ايه بص يا حتى تعالي كده حتى كده شوية ندور انا بشوفها كده اه يا شوشو يعني انتوا بتعملوا تحدي؟ هل انتوا بتعملوا تحدي؟ شبعانه بقى فقدت متاخر اول ما اروح انا بقى تريقوا عليا عارفه يا شوشو مش ده ما عنديش قادره بس الاكل عسل 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 بجد بجد تحفه تسلم ايدك فظيع اه وحته اللحمه جميله يا علي والله بجد مش عارفه اسيبه ايوه وانا والله العظيم بص الاكل جميل الاكل يا جماعه عمال نروح اللحمه ما بصش في اللحمه بص هون بص ناس جايبين لنا الفاضيين برضه مش بيردوا ايه بيقول ايه عمالين تقولوا الاكل حلو الاكل حلو مش بتجيبوا سوا اه اللحمه جميله الله ده ما جايب لوري انت بترضي ادلع جوزك انت ومرات اخوك على طول بتدلعوا الراجل في ايه والله هم حرين والله اه والله كل مره حد يدلعهولي شيماء بس اللي تقولي يا لولي اه هي وميدو حسيت بكم اشتركوا في قناة منوعات وألعاب ميدو مشاكل انا عارف ان سحبت عليها كتير جدا مش عايزه صور عشان بصوا يا جماعه انا سلمت بامانه مع اني والله ما كنت عايزه اشبع من طعمه الاكل انا مش قادر اكل صينيه رز انت شبعتي يا قلبي انا نفسي بنفس لا لا ده الاكل ده بيفتح النفس حبيبي اسخنن بص يا عم انا اكمل لا يا حبيبي لا انا اقدر اكمل حبيبي اتقنى بصوا يا جماعه هنشوف علي هيعاقبني بايه ونرجع لكم تاني
لازم سلمت خلاص مش قادره بجد مش قادره اشرب الشوربه رجعنا لكم باب العقاب الراجل ده طلع مفتري وقلبه اسود ده تمر هندي هي بتكره طعمه كده لكن تحبه عصير وانا جدا ما بقدرش بحس بصوا ان انا بيجيلي كهربا قلت ايه بقى والله طلع مفتري فتح الثلاجه ده عجبنا ده كمان ومحمد هيتعاقب بصوا يا جماعه ماما عايزه افتن لكم لا معاك عايزه افتن لكم بتديله السكينه وتقول له خد عقبها بدي علي عارفين رد قال لها ايه عارفين قال لها والله يا ريت تريحيني لا ادي لا هقسمها انا ومحمد حرام عليك محمد مصطفى انا ومحمد يا جماعه اتفضل انا اديته حته صغيره عشان هو صغير يعني شكلها انتو لا طب خلاص ما تاكلش تاني خلاص خلاص من انا اكلت حته انت ما اكلتش لسه يا بابا العقاب عقاب على فكره اندغ لا اندغ مش عايز عاقبك يا عروس والله طلع مختلف انها مختلفة جدا بتجيب كهربا ولو عجبتكم يلا نكتب ولو عجبتكم الفيديو تنسوش اللايك وشير سبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل ربنا يسامحك يا ابو محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي